محاور مواجهة قضية تغير المناخ، وهو ما مثل حالة حوارية فريدة وبناءة على أرض مدينة السلام شرم الشيخ، حالة تنظر إليها شعوب العالم بأمل وإيجابية، ذلك لأن الشباب هم قاطرة المستقبل وأمل الغد، وهو ما يجب معه تكثيف الحوارات الشبابية العالمية على الأصعدة والمستويات كافة، ذلك لأن الحوار الشبابي العالمي يعد أحد أهم مفاتيح إيجاد حلول ناجزة لمواجهة كثير من التحديات العالمية. الأفكار الشبابية أفكار مبدعة وخلاقة، وهو تحديداً ما يحتاج إليه العالم اليوم لمواجهة أزمات استثنائية ونوعية. والآن السيدات والسادة، نحن بصدد استعراض نتائج المؤتمر ولعرض مخرجات المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بمدينة شرم الشيخ. أدعو السيدة النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي لعرض تلك المخرجات، فلتتفضل. Dear Mr. Speaker, President of the IPU, السيد رئيس الـ IPU والزملاء، لقد وصلنا إلى نهاية فعاليات المؤتمر والتي كانت ثرية للغاية. كما أشار عديد منكم في هذا المؤتمر أن تغير المناخ يمثل حالة طارئة وهو تهديد وشيك وحقيقي، وعلينا أن نفعل شيئا حياله. أنا فخورة بأن أقدم لكم نتائج تحورنا، ونظرا لأنه من المستحيل تسجيل عمق كل ما دار بيننا من مناقشات في هذا المؤتمر، فإن هذه الوثيقة لا تهدف للقيام بذلك. ولكن عودا عن هذا، فإن هذه الوثيقة تسعى للتركيز على المناقشات الرئيسية والتوصيات والأفكار المبتكرة. إن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة، لأن التغيرات المناخية مرتقبة سينتج عنها معاناة وضعف أكبر. نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سلسلة التدهور البيئي من أجل التحرك نحو مسار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب. أمامنا دور خاص لنلعبه، وهو إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات صنع القرار، لأن ذلك جزء هام من حل الأزمات المناخية. وهناك أيضا دور آخر أمامنا، وهو أننا كبرلمانيين لدينا أدوات التشريع والرقابة الحكومية. يجب علينا أن نتبنى قوانين تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، وأن نلتزم بما تم اتفاق عليه في اتفاق باريس. وأخيرا، لا زال التمويل غير كافي للمناخ، خصوصا بالنسبة للدول النامية. لقد التزمت البلدان المتقدمة بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا لتمويل المناخ، ولكن هذا الهدف لم يتحقق بعد. لذلك من الهام استخدام أدوارنا التشريعية لضمان الالتزام بهذا الوعد. السادة الزملاء، هناك تحدي أمامنا، وهو تحدي وجودي، ولكن لدينا أيضا الأدوات التي تساعدنا في همتنا. أتمنى أن تلهمكم هذه الوثيقة الختامية لمؤتمرنا باتخاذ إجراءات مستمرة بشأن تغير المناخ وجعل كوكبنا مكان أفضل للأجيال القادمة. شكرا لكم. شكرا السيدة النائبة سحر البزار،
عضو مجلس النواب المصري. والآن أدعو إلى المنصة معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لإلقاء كلمته، فليتفضل. Mr. Speaker of the Egyptian House of Representatives, Dr. Hanafi Shibali, Madam President of the Forum of Young Parliamentarians, Ms. Al-Bazar, it's an honor to be here with you. Dear colleagues, young parliamentarians, distinguished guests, ladies and gentlemen. بداية أود لعقده هذه الفاعلية في هذا الوقت. لقد أبليتم بلاء حسنا، أنتم لم تألوا جهدا ليلا ونهارا لتحقيق نجاحا لهذه الفاعلية. أود أن أقول أن لا شيء قد يأتي دون أن نعمل بجد. قد تحدث أمور وقد نلقى نجاحا، ولكن لن يحدث هذا دون تضافر الجهود، ومن هنا جاء دور العمل الذي يقدمه ويبذله مجلس النواب المصري، ليس فقط في هذا اليوم ولكن منذ فترة. لذلك شكرا جزيلا سعادة رئيس مجلس النواب المصري، وشكرا على استضافتكم لنا بمدينة شرم الشيخ. أود أيضا أن أتقدم بخالص الشكر لكل المشاركين من السادة المتحدثين والحضور الذين قطعوا أميالا حتى ينضموا إلينا، الذين قدموا إلينا المعرفة وقصص ملهمة وشاركونا قصصا من شأنها أن تأخذنا لمستويات أعلى وتثرينا. ولذلك دعوني واسمحوا لي أن أقول أنني أود أن أتقدم برسالة شكر لكل شخص منكم جميعا، من شباب البرلمانيين الذين اتخذوا قرارهم إلى أن ينضموا إلينا من بقاع مختلفة بالعالم لهذه الأرض، أرض السلام مدينة شرم الشيخ، للحديث عن التحديات التي نواجهها بما يتعلق بقضية تغير المناخ والخطط التي لابد أن نأخذها لمعالجة هذه الأزمة. كما تعلمون أنتم على علم بأهمية هذه القضية، وأيضا أنتم على علم بأهمية إرادتكم في هذا الصدد. وكما تعلمون أنكم لديكم السلطة التي تمكنكم من إيجاد حلول وتغيير الأوضاع، وعليكم أن تستغلوا هذه السلطات التي متوفرة بين أيديكم. هذا التزام واضح من كل فرد منكم لمبادئ الاتحاد البرلماني العالمي. ولذلك من خلال المناقشات كنا نرى أن هناك طبعا أفكار متفاوتة ومختلفة، لأننا لا نفكر بنفس الطريقة ولا نعيش بنفس الطريقة على كافة الأصعدة، وطبعا لا نبلي بنفس الطريقة ولا لا نعالج القضية بنفس الطريقة، إلا أننا متفتحون ومنفتحون لأن نستمع إلى آراء متعددة ومتنوعة حتى نتمكن من جمع الأفكار التي من شأنها أن تساعدنا في المواجهة الحاسمة لتداعيات المناخ. ربما في كلمتي الافتتاحية كنت أشدد على أن التقاعس عن العمل في معالجة أزمة المناخ والضريبة التي سوف نتكلفها إذا لم نلتزم
في الوقت الحالي بأخذ خطوات فعالة، إلا أنني وفي هذين اليومين أشعر بالتشجيع، وهذه الروح التي رأيتها من هذه الطاقة والشغف التي تحليتم بها في كل مناقشاتكم ورأيتها على جبينكم. أنا أستطيع أن أقول أن هذه الطاقة والتي عبرتم بها من خلال الإدلاء بآرائكم بشرم الشيخ لن تضيع سدى. أود أن أقول أن هذا برهن على أنكم قادرون وبقوة على أن تضافروا جهودكم لإيجاد الحلول ولتحقيق مساعي محاكم حكوماتكم لاتخاذ خطوات حاسمة، ونحتاج إلى أن نرى تغييرا في سلوكنا، ونحتاج إلى أن نغير طريقة معالجتنا للمشكلة التي تواجهنا. ولذلك نحن علينا أن نفهم أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول قوية، ولابد أن نفهم إلى أن الفرص لابد أن يتم انتهازها وأن تكون مسعى للاستخدام الذي مكننا من تحقيق الأهداف. وأيضا لابد أن نعلم أننا نحتاج إلى تغيير ليس فقط السلوكيات ولكن طريقة التفكير. نريد أن نتأكد إلى أن التعهدات التي أخذناها على عاتقنا باتفاقية باريس لابد أن تلقى واقعا ملموسا على الأرض وفي الوقت ذاته. لابد أن نعلم أننا نستطيع أن نقدم مزيج من السياسات التي من شأنها أن تقوي مساعي البرلمان حتى نحظى بنشاط أقوى وبمشروعات الخضراء. وهذه الوثائق التي قدمناها منذ دقيقتين حول مخرجات الفعالية بها عدد من الخطوات القوية، وهي تعد خطوة أولية في رحلة تأخذنا إلى وقت عقد مؤتمر الأطراف لقمة المناخ 27 المتم عقده بشرم الشيخ بنهاية هذا العام. وكما رأينا بقمة غلاسكو أنه من المهم أن نفهم أن لابد أن نرى تغيرا بقمة شرم الشيخ. ربما وفي غضون أسبوعين حينما التقى الخبراء والبرلمانيين والوزراء في غلاسكو العام الماضي، وكان هناك ثراء بالأحاديث ولكن لم يكن هناك أي خطوات فعالة. ربما وفي شرم الشيخ سوف تكون هي الفرصة الأخيرة والتي علينا أن نغتنمها وبقوة لحماية كوكبنا. ولكن في هذا الشأن لابد أن نعلم أننا علينا أن نتحلى بالعمل من هذه اللحظة. نود أن نشارك هذه الفكرة مع كل الأشخاص الذين سينضموا إلينا من كل الجهات المعنية، من الحكومات الذين لابد أن يبذلوا مساعيهم لإيجاد حلول وتقديم خطوات وخطط عمل قوية، لأنه ليس لدينا مزيد من الوقت لنضيعه. لا يوجد لدينا أي تحمل للانتظار لمؤتمرات 28 وما إلى ذلك. لابد أن نتخذ خطوات قوية وحاسمة الآن وأن ننتهجها جميعنا. نعم أنا أفهم أن طبعا هناك عدد من المشكلات الأخرى بعدد كبير من الدول بالعالم، الفقر، الخوف من المجاعات، وعدم توفر أمن غذائي، وعدم توفر العدالة الاجتماعية. نعم أعلم هذا، ولكن صدقوني أن هذه المشكلات جميعها لن تحظى بحل جذري إذا فقدنا كوكبنا. ولذلك الأولوية لابد أن تعطى على قائمة خطواتنا وخططنا في معالجة هذه القضية. ولذلك أنا أفهم جيدا أننا علينا ومن الآن وحتى الغد وعندما نعود أدراجنا إلى منازلنا وإلى دولنا أن نعمل جنب إلى جنب مع كل الجهات المعنية وكل أجهزة الدولة أن نتناقش فيما علينا أن نقدمه حتى لا نخسر المزيد، وإلا
ستذهب الفرصة التي لدينا لأن ننجو بكوكبنا سدى. لذلك السيدة والسادة الحضور الكريم، أنا أعلم أهمية وجد، كما ذكرت مسبقا، إلا أنني شعرت بهذه القوة والالتزامات التي أراها بأعينكم جميعا والتي تعلو جبينكم، وهذا يؤكد ويقوي ثقتي بكم، يقوي ثقتي بأننا لن نضيع الوقت الذي سنحظى به هنا بشرم الشيخ، أننا لن نسمح لضياع الفرصة ولضياع المناقشات التي حضرنا بها في هذين اليومين، وأننا سنعمل على تحقيق وتفعيل ما تحدثنا به لأن نحظى بقمة مؤتمر أطراف 27 ناجحة ولحماية كوكبنا. شكرا على حسن استماعكم. Thank you so much, Mr. Pacheco, IPU President, for your speech. Thank you. والآن أدعو معالي السيد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري لإلقاء كلمة الختام للمؤتمر. معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي، ضيوف مصر الأعزاء من البرلمانيين الشباب، السيدات والسادة الحضور، أود في مستهل حديثي أن أعبر مرة أخرى عن ترحيبي بكم في مدينة السلام شرم الشيخ وعلى أرض الكنانة، أرض السلام مصر، التي ازدادت فخراً واعتزازاً باستضافتها خلال اليومين الماضيين نخبة شباب البرلمانيين من برلمانات العالم، لتصبح مدينة شرم الشيخ بحق حاضنة شباب العالم من جميع الفئات وعلى كافة المستويات، وملتقى أفكارهم تجاه القضايا والتحديات العالمية المعاصرة، وهو ما جعل منها مرتكزاً عالمياً للإبداع والحوار والبناء والتلاقي بين جميع شباب العالم. الحضور الكريم، على مدار اليومين الماضيين تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وهم يتبادلون الرؤى والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالمياً، بل أهم قضية من بين هذه القضايا، وهي قضية تغير المناخ التي تمثل بحق تهديداً وجودياً لمقدرات عالمنا بأسره، وهو ما يرسخ فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم، والتي تؤكد على الأهمية القصوى والضرورية لإيجاد منصات حوارية وتفاعلية بين الشباب تتيح لهم التفاعل الإيجابي والاشتباك مع قضايا عالمهم ومجتمعاتهم، وهو ما تنتهجه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إيماناً منها بأن تمكين الشباب هو السبيل الأمثل لاختراق النوعي
لكافة الأزمات التي يمر بها العالم من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة. السيدات والسادة الحضور، لعلكم تتفقون معي أن هذه الحالة الحوارية البناءة التي شهدتها أعمال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب هي بحق مصدر إلهام لنا جميعا ومخزون من الأفكار المستحدثة لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، وهو ما يجعلنا حريصين على وضع مخرجات هذا المؤتمر أمام المجتمع الدولي في ذلك الظرف العالمي الاستثنائي وسط تساؤلات عديدة عن مصير العالم في خضم تلك التحديات غير المسبوقة والتي تجعل العالم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تلك الأفكار الشبابية النوعية، خاصة من شباب البرلمانيين الذي يساهم وجودهم في دوائر صنع القرار التشريعي في جعلهم أكثر قدرة على إنفاذ أفكارهم ورؤاهم تجاه قضايا مجتمعاتهم وقضايا عالمهم المعاصر. في الختام، فإنني أدعوكم جميعاً إلى التمسك بالعهد الذي قطعتموه أمام شعوبكم بأن تحافظوا على مقدرات دولكم ومجتمعاتكم، فأنتم طاقة الأمل والنور، تلك الطاقة التي تضيء الطريق لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني. ومن أجل هذا حافظوا على استمرارية الحوار بينكم، والذي يمثل بحق مصدراً لا ينضب من الأفكار المهمة والخلاقة للتعاطي مع القضايا والتحديات الوطنية والعالمية. وإذ أتمنى لدولنا ومجتمعاتنا السلام والأمن والرخاء، أشكر حضراتكم جميعاً على حسن الاستماع. شكراً جزيلاً. شكراً على هذه الكلمة معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. السيدات والسادة، وهنا تنتهي فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب. شكراً جزيلاً لحضراتكم جميعاً. شكراً. إذن تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من شرم الشيخ وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي انعقد تحت رعاية كريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي. شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 60 دولة ووفود لعدد كبير من المنظمات الدولية. تابعنا وقائع هذه الجلسة الختامية وكلمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في ختام هذا المؤتمر، والتي أكد فيها على هذه الحالة الحوارية الراقية التي شهدها المؤتمر تجاه القضايا المختلفة وخاصة قضية المناخ، وأكد على أهمية إيجاد منصات حوارية وتفاعلية بين شباب العالم للاشتباك مع قضايا عالمهم ومجتمعاتهم. هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام هو يمثل للمرة الأولى مؤتمرا برلمانيا منفصلا
قبل أشهر من استضافة مصر لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يبرهن على إرادة مصرية صادقة وجهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ وتداعياتها السلبية المهددة لقدرات العالم بأسره. تابعنا يعني وقائع هذا المؤتمر على مدار يومين بواقع 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء، وهو ما يشكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية يعني يهتم بها العالم بأسره، وهي قضية تغير المناخ بكافة أبعادها ومستوياتها بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض. إذن كانت هذه هي وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي 8 للبرلمانيين الشباب، والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.